بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير عليكم او مساء الخير على حسب ما هتشوفوا الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير يا رب. ويلا بينا على سوق الجمعة، وده ميعاده من كل اسبوع، وطبعا خلاص هو بقى كل يوم، ما بقاش يوم الجمعة بس او ما بقاش 3 ايام في الاسبوع بس. بداية السوق كده زي ما انتم شايفين الناس دي ثابتة موجودة كل يوم، تمام. بعد بوابة سوق التونس الحضاري او قبل البوابة، يعني قبل اول بوابة لسوق التونس الحضاري، هتلاقوا بقى الناس الجاية بتبتدي تفرش شغلها هناك، لكن اللي موجودين هنا من بداية السوق كده دول موجودين كل يوم، اي يوم هتنزلوا هتلاقوهم. الناس دي بتيجي يوم الاربع، الناس الجديدة يعني بيجوا من يوم الاربع المغرب، قبل المغرب بشوية، يعني بيجوا بالنهار، قولي قبل المغرب بساعة او بساعتين، بحيث ان هم يجوا الجو بيبقى كويس فبيبتدوا ينزلوا شغلهم. تلاقي بقى الدنيا زحمة مولد، عربيات راحة وعربيات جاية، وبينزلوا في شغلهم وبيرصوا في حاجتهم. ده بيبقى يوم الاربع قبل المغرب، بيقعدوا اربع وخميس وجمعه وبيمشوا. لكن الناس اللي انتوا شايفينهم دول ثابتين طول الاسبوع. فين سوق الجمعه؟ موجود قدام مبنى سوق التونس الحضاري على طريق الاوتوستراد اخر سور المجزر الالي. لو هتيجي من السيده عيشه يبقى هتركبوا ميكروباص اخر السور، هينزلكوا اخر سور المجزر الالي، ومن هناك بتاخدوا توك توك يدخلكوا لحد السوق جوه. السوق زي ما انتوا شايفين كل ما تتخيلوه موجود هناك. طب لو ده كان حلو قوي. عايزين اي قطع غيار لاي جهاز هتلاقوه هناك، هتلاقوا اجهزه ممكن تاخدوها كلها كامله على بعضها. ده بالنسبه للناس الفنيين، يعني هتاخدوا الجهاز كله كقطعه غيار، وفي ناس كتير طبعا بينزلوا عشان كده. وممكن تاخدوا اجهزه تصلحوها وتبيعوها وتبقى شغاله وحالتها ممتازه، او تصلحوها وتستعملوها وتبقى حالتها ممتازه. وطبعا زي ما قلت لكم في حاجات تانية بتتاخد كقطع غيار بس. بصوا الورق ده اللي انتوا شايفينه، ده كان ورق المكن بتاع فوري ومكن صرف التموين والحاجات دي. الورق ده كان الرزمة فيه ب 20 جنيه، يعني الباكت ده كده ب 20 جنيه. بصوا ما شاء الله كرتونة مليانة، مش عارفة الورق ده مفرطين فيه ازاي، حتى صاحبه ما كانش عارف هو ده ايه اساسا. برضو من ضمن الحاجات يعني ممكن تنزلوا حاجات كتير قوي تلاقوها هناك ما تتوقعوش ان هي تبقى موجودة. طبعا المواتير موجوده هناك، كل المواتير كل انواع المواتير موجوده هناك، في ناس مختصه واقفه بيها. ايا كان نوع الموتور اللي انت عايزه هتلاقيه. في حاجات بتبقى غريبه جدا اول مره اسمع عنها واول مره اشوفها بتبقى موجوده في السوق. طبعا الاجهزه بقى، الثلاجات والغسالات والبوتاجازات، حتى ثلاجات البيبسي والشوكولاته، كل وثلاجات العرض، كل الحاجات دي برضو بتبقى موجودة في السوق بره، يعني مش محتاجين. طبعا كل ده بيبقى موجود جوه، وفي محلات كتير قوي في سوق التونسي او المناولة بتبقى مخصصة للحاجات دي، بس التشكيلة بقى بتشوفوها بره قبل ما تخشوا جوه على السوق. كمان الموبيليا، كل ما تتخيلوا للموبيليا موجود برضو في السوق بره. بصوا الابواب الخشب، وفي كمان الالموتال، وفي الحديد. بصوا البلكونات، الشيش بالازاز بتاعها كله موجود. مكاتب، بصوا الترابيزات دي تقريبا كانت خارجه من مطعم على ما اعتقد، يعني الترابيزات دي بتتلم، الرجول بتاعتها دي بتتلم كلها. بصوا حجم الترابيزه ما شاء الله حجمها كبير. وراها كان في غسالات وغسالات اطباق وميكروويفات، برضو حاجات حالتها مش قد كده، مش احسن حاجه يعني، بس بتبقى مطلوبه. في سراير فرداني كمان زي ما انتم شايفين. بصوا ورا الابواب والبلكونات هنا برضو كان في ترابيزات برضو احجامها كبيره. هنا برضو صالون، بصوا كمان ده دولاب فرداني، او دولاب فرداني ما فيش معاه حاجة تاني. ده برضو زي مكتب، مكتب برضو حالته حلوة جدا، شكله كويس قوي، شكل خشبه كويس، بس يعني رميته في الشمس دي هتأثر عليه قوي. شفت كمان التلاجة دي حجمها كبير، يعني مش زي ما هي في الفيديو كده، هي حجمها اكبر من كده كمان. ما شاء الله ايديال، والحجم بتاعها محترم قوي. برضو هنا في مكاتب،
طبعا المراوح والتكييفات موجودة، طبعا احنا في فصل الصيف فتلاقوا الحاجات دي عليها تركيز كتير وموجودة كتير، ومعظم التكييفات هيقولوا لكم الله اعلم اذا كانت شغالة ولا مش شغالة، فعشان تبقوا عارفين يعني معظم التكييفات هناك ما بتبقاش شغالة في السوق بره. يعني بصوا هنا عند رمضان كان عنده الانتريه ده ب 1500 جنيه، 2 كرسي و2 كنبة، وكان عنده الكنبة اللي انتوا شايفينها دي ب 1500، دي كنبة بيقول لي فيها دراج وصحارة وبالمرتبة بتاعتها بالمساند بالفرش بتاعها ب 1500، انا مش عارفة هي واحدة ولا اتنين. كان في عنده كمان اوضة النوم دي ب 6000 جنيه. رمضان ده برضو من ضمن الناس الثابتة في السوق اللي كل يوم هتنزلوا تلاقوها في سوق الجمعة. هنا بقى كان في اطقم الصيني دي، كان في الطقمين اللي قدامنا دول، بصوا الفناجين شاي وقهوة بالاطباق بتاعتهم، في اطباق في البولة بتاعت الشوربة، البرادات السكرية اللبانة، تمام. في هنا عندنا برضو الكاسات، اطقم الرز بلبن او الجيلي، مجات الشوربة، هنا كان طقم الصيني ده كان بيقول لي ب 1500 جنيه، وكان بيقول لي الطبق بيبيعه ب 50 جنيه، مش عارف بقى الطبق اكيد الحجم الكبير يعني. هنا كان بيقول لي الطقم التاني ده ب 2000 جنيه، بس مش عارفة العدد بصراحة، ما قاليش عدد الطقم كام قطعة. هنا برضو الكاسات دي، بصوا ده طقم الجيلي كان ب 100 جنيه، 6 اطباق، وكمان الكاسات كان بيقول لي الخمسة لان كان في السادس مكسور، قال لي الخمسة ب 150 جنيه. وطبعا دي مش اسعار نهائية، اكيد بتفصلوا فيها واكيد بتنزلوا منها، عشان انتوا عارفين يعني هما بيرفعوا في الاسعار لان عارفين كل اللي بينزل يشتري منهم بيفصل معاهم. كان في عنده كمان اطقم خلاطات برضه هنبص عليهم ونشوفهم، في حاجات مستعملة وفي حاجات كانت في كرتونتها. بصوا كمان في ال هنشوف كده واحنا معديين الباسكت اللي جنبه ده، بصوا اهو، ونشوف بقى دي برضو اطباق صيني، نشوف بقى الخلاطات واسمعوا انتوا بقى الاسعار مين عندك برضو دول فين. الخلاط ده بكام؟ 700 جنيه. وده ايه؟ ده بقى 1000 جنيه. عشان ده نحاس تقيل. ده ايه دي؟ فين؟ ده قطعة؟ ده بتاعت عرض ولا طبق؟ ده طبق. طبق عرض اهو. طبق. تعال قول لي بقى النجف ده. ده نحاس؟ النجفة دي نحاس في السوري. خد بالك ب 7000. يا راجل. دي 6000. 6000. دي ب 3000. ليه دي 3000 ليه؟ ليه؟ عشان عشان خاطر دي فيها ورد بنفسي. ايه المشكلة يعني؟ المشكلة نفس الورد اللي تعبيره، مش التعبير. يا عم الله لا يسيئك. والله مش عايزين ناكل. هتقولي 3000. حقيقة دي. ودي؟ نعم. ودي كام؟ 3 برضه. هما الثلاثة دول ماسكين 3000. دي نحاس. دي نحاس؟ 8000. دي ب 8000؟ عشان دي عامله 45 كيلو نحاس. هحط تليفونك بقى على الفيديو عشان الناس تيجي تتخانق معاك. ماشي ماشي ما بعد. شفتوا بقى النجف سواء كان نحاس او اللي بورد ده، دي كانت اباجوره شكلها حلو قوي، شكلها شيك جدا، بس طبعا الاسعار عاليه قوي قوي يعني مبالغ فيها. بس بصوا الاباجوره شكلها عامل ازاي، حلوة جدا. سمعتوا بقى، شفتوا الاسعار وشفتوا النحاس عنده بكام، النجف النحاس. طبعا الاسعار انتوا عارفين هما بيضربوا فوق وبعدين انتوا بقى بتنزلوا، بس هما بيضربوا جامد قوي يعني، فانتوا شطارتكم معاهم. مكملين بقى، بصوا بقى هنا ابتدت الناس الجديدة بقى، انا كده جايبالكم بعد بوابة سوق التونسي
الرئيسيه، الناس بقى اللي بتبقى موجوده اربع وخميس من الجمعه، بصوا شايلين شغلهم وماشيين، اللي بتبقى موجوده اربع وخميس وجمعه بس. اوكي يعني بصوا ده برضو تكييف، ما يعرفوش اذا كان شغال ولا لا. طول ما انتم ماشيين كده هتلاقوا الحاجات اللي هي مش شغاله 6000 7000 بيبقى سعرها. الحاجات بقى اللي بتبقى شغاله وعارفين ان هي شغاله، بصوا يا جماعه بنفتح التلاجة طبعا عشان الريحه وكده، فبنقفل بسرعه. حاجات مقفوله ومركونه فبتعمل روايح صعبه يعني. تكييفات لما بتلاقوا حاجه شغاله بقى، ممكن تلاقوا الواحد ونص حصان ده ب 10000 12000 على حسب الحاله بتاعته. بصوا العربيات داخله، والتروسيكل ده بينزل شغل، عربيه نقل بتنزل شغل، بصوا ده لسه نزل منزل البيبان بتاعته. بصوا العربيات كلها شغل ازاي، كله بينزل شغله كله جاي. بصوا احنا كنا قبل المغرب بساعه تقريبا، والناس كلها بتفرش وبتستعد بقى لسوق الجمعة اللي هو خميس. طبعا بتبيت بقى في اليوم ده وبتنزل شغلها، وبتبتدي بقى تشتغل من يوم الخميس والجمعة، ويمشوا الجمعة على المغرب او بعد المغرب. بصوا هنا برضو ده الحاجات دي بتاعت سكوترات اللي هي الفيسبا او الموتوسيكل. بصوا حاجات كده يعني، هي فيها حاجات كتير برضو، في ناس بتنزل لها وبتبقى عارفة هي عايزة ايه وبتدور عليها. الحاجات دي بتتباع وناس بتروح لها مخصوص وبتاخدها بأسعار كويسة يعني. بصوا دي كم مراتب، هنا ده شغل نحاس، كان في مبخرة بسأل عليها كانت ب100 جنيه، هي المبخرة اللي هناك دي اهي. بصوا بقى بوتاجازات، غسالات، خلاطات، يعني طول ما انتوا ماشيين ناس بتنزل في شغلها وناس بتاخد الشغل من على العربية. هنا لقيت النجف ده ناس داخلة بيه، هنا ده كده مبنى على الشمال، طبعا سوق التونسي على يميني كده وانا ماشية، فايه الباب اللي مفتوح ده على الشمال يا ترى ده بتاع ايه؟ اكتشفت ان هو جراج يعني، كنت عايزة اعرف، قلت يمكن سوق تاني مثلا او في حد بيبيع فيه، لقيته سوق، لقيته جراج في عربيات ركنة فيه بس. بصوا بقى هنا طقم الترابيزه بالكرسي دي حلوه جدا، بتبقى موجوده كتير في السوق وبنشوفها كمان جوه كتير، الترابيزات الترابيزه دي بالكراسي بتاعتها. بصوا الطقم ده كمان حلو قوي، الترابيزه دي بالكراسي بتاعتها بيبقى معاها اربع كراسي تقريبا، بيبقوا في حدود 2000 1500 حاجه زي كده، وبرده انتوا شطارتكم. بصوا كمان هنا الاجهزه الرياضيه، الغسالات، النجف، بصوا ما شاء الله هتلاقوا شغل بالهبل، حاجات بالهبل. بصوا ده شغل نحاس، ساعة وشمعدان. حتى يا جماعة الناس اللي فاتحين محلات جوه في سوق التونسي ممكن يطلعوا يشتروا منهم حاجات. بصوا مطبخ كمان، قفص عصافير. كده خلصنا جولتنا، يا رب تكون جولة النهاردة عجبتكم. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، لو أول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة، كمان ما تنسوش تابعوني على صفحتي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى التيك توك وعلى التليجرام، كل اللينكات دي هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس. أشوفكم في جولة جديدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.